شكرا ميشا. إذا فيما يتعلق بمسار قبل اللقاء مع ضيفي هنا في برلين، مسار أو جدول أعمال اليوم الثاني لزيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد إلى هنا إلى برلين، لقاءات ستجمعه بعدد من المسؤولين وأيضا ممثلي الشركات الكبرى والمتوسطة، ولقاءات ستجمع مسؤولين بالوفد الرفيع الذي يرافقه هنا في برلين في الساعة الثالثة بتوقيت برلين. سيكون هناك لقاء سيجمعه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. أما عن أبعاد هذه الزيارة وما الذي تحمله من دلالات وأفق التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، يسعدني أن أرحب في هذه النافذة المباشرة من برلين بالأستاذ جاسم محمد، مدير المركز الأوروبي للدراسات مكافحة الإرهاب. أهلا بك سيد جاسم معنا هنا في برلين. بداية نتحدث عن ما العوامل التي تدفع كلا الدولتين للتعاون بشكل أكبر في هذا التوقيت؟ كلا البلدين يعتبران رقم صعب. ألمانيا تعتبر البلد يعني في اقتصادها تعتبر اقتصاد متقدم دوليا وكذلك أوروبيا. دولة الإمارات هي الأخرى رقم صعب في اقتصادها وفي سياستها، وكذلك هي حليف استراتيجي مع ألمانيا، وتحظى كذلك دولة الإمارات باهتمام أيضا لدى الاتحاد الأوروبي ولدى المفوضية الأوروبية. هنالك عدد من الملفات تشترك فيها كلا البلدين، ملف الطاقة النظيفة، ملف كذلك الاقتصاد، ملف تبادل الخبرات، إضافة إلى ملف مكافحة الإرهاب والتطرف. مكافحة الإرهاب والتطرف بين الجانبين، كيف يمكن التنسيق أكبر الاستفادة من تجارب كلا الطرفين في رأيك؟ ألمانيا تحتاج خبرات أو تجربة دولة الإمارات العربية في محاربة التطرف تحديدا، كون أنه دولة الإمارات أعطت نموذج إيجابي في التعايش داخل المجتمع لمتعدد الأعراق وكذلك المذاهب والأديان، وهذا تجربة تحتاجها ألمانيا ربما بالاستفادة منها. إضافة إلى ذلك فهم نصوص الدين الإسلامي أو توضيح النصوص التي تدرس لدى المدارس الإسلامية في ألمانيا في بعض المدارس الحكومية، التوضيحات أو التفسيرات التي تعطيها دولة الإمارات القائمة على أساس الخطاب المعتدل هي أكثر أو لها أفضلية أكثر من بقية الدول في دول المنطقة التي توفذ أئمتها إلى ألمانيا. فإذا محاربة التطرف هو العامل الرئيسي المشترك. إضافة إلى ذلك دولة الإمارات هي تحتاج الخبرات الفنية والتقنية والتكنولوجيا من ألمانيا، خاصة في موضوع السايبر وما يشهد العالم الآن من يعني تهديدات لم تكن تهديدات تقليدية، ولكن أيضا في عالم السايبر والهجمات الإلكترونية. فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني والتهديدات الإيرانية، كان الحديث واضح من قبل وزير خارجية الإمارات بضرورة أن تكون دول المنطقة شريكة في مسار الاتفاق، وأن يكون أو تكون التدخلات والبرنامج الباليستي جزءا من النقاش ضمن هذا الاتفاق. ماذا نتوقع من برلين بعد هذه المطالبات من دول المنطقة باختصار سيد جاسم؟ برلين هي تعرف جيدا بأن طهران إيران تهدد أمن المنطقة في الوقت التي تحرص ألمانيا على إبقائها في الملف النووي، لكن هي لم تتردد بالكشف عن التهديدات الإيرانية إلى دول المنطقة وكذلك إلى أوروبا. فلذلك أتوقع أن تقوم ألمانيا بالضغط أكثر على إيران، خاصة في موضوع التهديدات لدول المنطقة وكذلك ما يتعلق في دعم إيران إلى الميليشيات في اليمن، خاصة جماعة المتمردين الحوثيين. لم يكن موقف برلين يعني متطابق بشكل كبير ربما متباين مع دول التحالف العربي التي تسعى إلى استقرار في اليمن. اليوم بالتزامن مع هذه الزيارة هناك تحدي أمني واجهته السعودية من خلال تهديد الحوثيين واستهدافهم لمطار أبها. ما الرسالة المطلوبة بعد كل هذا الوضوح والانتهاكات المستمرة من الحوثيين؟ ما الرسالة المطلوبة من دول المنطقة للعواصم الأوروبية تحديدا؟
ما مطلوب من دول أوروبا أن تراجع سياساتها وأن تخرج من النمطية والتقليدية في مواقف السياسية خاصة اتجاه اليمن. اليمن حالة معقدة جدا وهنالك تدخل إيراني واضح، وما شهدت ما شهدتها اليوم على سبيل المثال مطار أبها في تعرض إلى صاروخ من اليمن، بالتأكيد الحوثيين لا يملكون هذه التقنية، هو تمويل وتقنية إيرانية، فلذلك يجدر في دول أوروبا إيجاد ضغوطات على إيران، وأيضا إيجاد موقف من قبل المفوضية الأوروبية أيضا وألمانيا تحديد موقفها أيضا أكثر من إيران. جاسم محمد مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في هذه النافذة من هنا من برلين. إذن مشاهدينا تستمر التغطية، هناك لقاء مرتقب سيجمع ولي عهد أبوظبي بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التغطية متواصلة من هنا من برلين. أما المزيد من الأخبار والملفات فمن أبوظبي مع ميشا. شكرا فيصل.